الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإن آيات لواتن يصدح إلى آيات صدن يسيد سورة يوسف آيات درس يروحها في صوغة يوسف ورهي مسارها قبديسي وحكوية الأكرمي مثواق دقان كيسة هقاتش يوم يلفي عويل كدج عصاء ينفعنا إنو وحين التراسو رقا أو نتخذه أنكي لأنه ولد علمه وكذلك صدع حقيقة يعني مكنا أدجنا ليوسف في الأرض فكرة دو كسو دقدر كمسر ساسي أهيد ولنعلمه إن أنبر من تأويل الحديث وررك فصير الدوضة والله غالب على أمره أمر كيسا الله غالب وصود دون أمامولي ولكن أكثر الناس لا يعلمون تدك بدن كود موغا لمن في ويلك عيلك كرهدين يوسف مصر بلد دجيين ولما بلغ أشده حوقي سمركو قاري آتيناه وحاسين حكما حكم نبي النمو يو علما علم نافعة وكذلك السداسة نجير المحسنين وابا المرنة والراودة وحاد طلبتي التي قبدي هو في بيتها قرقيد أتوغي عن نفسه بيك طلبتي وغلقت الأبواب البابدين واحدين وقالوا هايتي لهايت لك إسكان قالوا حول معاذ الله إلهي بأك مغنقلي إنه ألا ربي ربي ويجي أما إنه حالي يشاني ربي ربي وننك يدو أتوغي ريما سربا ننك ربي إلهنا أحسن مثوايا دقان كي يوفي عني إنه شأنقنا لا يفلح الظالمون الظالمون تمقول إستهام كبدي الباب هذا يحل لي ويلكي قرح لسيب الله يابتين وإله يوسف نصف سيد النبي الشيقي نصف الحسن بالسي كالبرد سواد الصدحات مركو كارك أبينك إسره سيد السويري مركا الباب هذا انت صاحب اللي الباب هذا يهايين يترى رب الكالي darkeen oo iska yar khafiifisay oo is diyaarisay oo social naysatay kaalibay hayta lag ilaahay baa kama gangalaybu xabi waa ninkeed hadda meel fi cabu idajiyay si fi cabu u dhaqalay markii dii dalib noqon maayo ku balla farmaayo xushilkiisa way iska hinkeeri way gabadhu waa Zulaykha wasiirkii baa qaba waraawadatu waxa dalabtay allati gabadhi huwa fi baytiha an nafsi bi kadal qolada balaaqad waxa ilaahay اسمك موصول وحام موصول لغة دقة سلدي ساعجب بدن هذا هذيل الامرأة العزيز بعد لفته تيني مالو نسقي مادن بصورة قال الله تولج يومي بعد لفته وغلقت الأبواب الباب بدينا واحد لك وقال ذحيت لهي تلك وارس كان قراءة ينك قارت ذحالي هي تلك وارس كادي لكن تيني أن وذا هي تلك إسكان قال وحري معاذ الله أعوذ بالله إلهي بام كم جنجل إنه ننك ننكاب الربي سيد كيجي أحسن وناجي مثواي الدجان كيجي وناجي إنه شأن جيران وحوي لا يفعل ظالمون ظالمون تقول إنسان لأن قبل حاس كيس سيد كخيانة تظالم بان غنيا ولقد همت به ويد دم عظيم ويد دون تيو إنه ويلكاس وقبل الله معامل هذا دون تي وهم بها إسنا ودوني لها يقول أرى هذان وأركلها بن هذا ثبه ثبه في جدي سادون أركلها كذلك سيدا حجدا ربي او اركاي لنصرف عنه السوء فما انت ان كجدينا وكلعنا والفحشاء الزنات انه يوسف من عبادنا اضمه يكمد هي المحسنين قبل يد شدبي ويلك او دمعدي انه لم معاملوده اسو هدون حجدا الا اركي لهين ودمع لا شيء لفتي حجدا وحاليدي وجهي ابيه يعقوب ومشن تاجن بالسورة دي سلا صهر رجاي والله تساؤل ريحية قالوا وحيلين وحقار كجدار كدوشيس لا تغرب الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل بقار كي هذون طائر كلاهين ليس كل شو بني آدم ودمع لها مرك الدمع عيسى قال يحوي قفص من أبيقبه أركي قلبي يسوق صار دعي ما نطلب إنه عبده دمع عيسى قال وأنت هكليوين هم يجيش واسدان بركة إلهي وكلحي سبحانه وتعالى هيا الأدومة دوانا أكثر بكم ده ولقد همت به ويقصد دي ويدانتي إنه ويلك فرصميه
وهم بها سنو أقسط لها لولا أرأى هدان وأرك لهين بنان ربه وآيات ما يشاء فقر أرك لهين أما النبي يعقوب سورة ديسي أرك لهين كذلك السداء برهان تلوتسي لنصرفها إن أنكلي حنوي عنه حقيسة أسوء أغمانتا يقول فحشاء الزنا إنه يوسف من عبادنا أدومضى يده كمدها المخلصين أبرحلا واستبقى الباب الباب في أبرتمه وقدد ويد الله عسي قميصة وقميص كيسي من دبر الحق الدمب إلا وكو أردية ينوي الدب أرديسة وألف يا وحي كهلين سيدها سيد كذي لدى الباب الباب كاكتيس marka fikraddi jacaylkeedu iska bedeshay khiyaano ay isku difaacdo iyey gashay durba qaalo waxay tiri ma jazaa umman ruux abaalki ma aha arada la doonay bi ahli ka reerkaaga soo xumaan illa ay isjana illa habaasamooy oo cadaabun cadaab aliimun oo kulul la garaaco orodkii ordigeen bay xagga dambe qabtay qamiskii baad dilay markii uu ka cararayay markay soo baxeen baa sayidku albaabka taagan khayaani u badasho waxay tiri reerkaaga ninkii xumaan la doono waa laba mid in xabsiga la dhigo iyo in aad loo garaaco si uu qirto waa labadaas ay tahay labadaas uba kortaal khayaani isu badashay ibraahim yusuf xaq buu kaga jawaabi doona wastabaq albaaba albaabki bay u orotameen waqaddat waydi laa isii qamisa oo qamiskiisi min dubur alhaq dambe ila meel hoose wa alfaya waxay ka heleen sayidaha sayidkeedi لدى الباب الباب كأكتيس قالوا ضحيتي لما جزاء من روح أبالك ماءها أراد الله الضوني بأهلك الرهير كهذا سواء حمان إلا أن يشجر إن الحبا سموه أو عذاب عذاب أليم المؤلمن ولا قراعه يوسف حقبك كجوابي يضو بين بي شاكتي حقبك كجوابي قالوا حليه راودتني يضع الضلبتي عن نفسي نفتي يضع الضلبتي أنكم اتشلوا وشهدا وها مرخاتك عي شاهد المرخاتي أو من أهلها إذا قرابة ذا أو محجري إن كان هدويه قميصه قميص كيس قدك إلا قد اللاعية من قبل حقه هره فصدقت هم بين شاكتين وهو إساقن ملك هادبين أو إسكا قبنيس مركها سقا إنتو هراري وإسكا قبنيس وإن كان قميصه قميص كيس هدويه قدك إلا قد اللاعية من دبور حق الضمب فكذبت بين بين شاكتين وهو من الصادقين صادقين تكمديه marka shaahidka qoli waxay leeyahay nin weyn buu aha qol aqlaaniye la yiraahdo oo Jamaluddin Afghani iyo qoladaas inaga wadankeena Sheikh Noor Cali Culow baa jeen laakiin in badan ma kitabka arso kama maqan wixii aan aqli marka ruux weyn buu aha bay dhahdeen marka ruux yar buu ahaayo du ruux weyn yahay way iska ilaalin lahayn mid kale nabiga yiri la yukallim la yatakallamu fil mahdi illa 3 و 4 يوسف baa kamid ah ninkii u marxaati kaay waa sax taasi weey ilma yar buu ahaa markaas uu xukumkaas u geystay haduu debaalku xaq hore ka dilacsan yahayna isaga beenaala haduu xaq dambe ka dilacsan yahayna iyada beenaala abu qaal wuxuu leeyahay raawadatni iyada iga dalabtay aan nafsi naftay wa shahida waxa marxaati kaay shaahidun mid marxaati ku min ahliya qaraabadood ilma yar muxuu yiri ninkaasi kana adu yahay qamiso qamiskiisa qudakii laga dilay imi kubirin xaq hore fa sadaqad rubay sheegtay oo minal khadibina way iska qabanaysay de saasi isay qabanaysay kana adu yahay qamiso qamiskiisa qudakii laga dilay min dubirin xaq dambe fa kadabad been bay sheegtay oo minal saadiqina way ka arariyay markaa way soo qabsatay falamma amar ku arkay ninkii aziiska ahaa qamiso qamiskiisa qudda in laga dilay min dubirin xaq dambe قال وحولي إنه وحن آت سميسي من كيد كنا وخيانة ديني هوين كاداتهين إن كيد كنا خيانة ديس خيانة دين عظيم ويوين يوسف يوسف عارض كجيت عن هذا أمر كان قريب لي لأن عريك ديس جيل أحسن تاهي غير أهين لأن حناق أنا هين هناسة يوها ما أهين هناسة واستغفري لذنبك ذنبك غفران طلب إنك أذيك كنت وحاد قبريا هيتاهي من الخاطئين كوا قفصاً باتاهي وذاتك وذاتك كجل أسنبون نغضي وحوجي دقرتين ويوين تاهي وكا عبد الله بن عباس حولي هوانك دقرت وذات الشيطانك يا كهوين عظيم ما كان لي إنك إذا الشيطان ضعيف النوال إرماشا والضعيف هوانك هو عجيب وين حاسو ما لو تلانا
ninkii gabadhu markay isku sadaa ninku 12 gees buu haystaa yaduna hal gees uu ku gani yaduna ku waabin 12 markay dhamaadaan geeskeen soo ashinaa awaa ka ka xiyaana badan sidaa falamma raa markuu arkay qamiisa uu qamiskiisa qudda in laga dilaaciyo min dubur xagga dambe qaal wuxuu rii inahu khiyaanadan min kaydi kunna wa khiyaanadini in kayda kunna khiyaanadini alimu wawinta ta shaydaanka iyada ka way yusufu yusufu waani man arika lahayn on xanaq lahayn masayr male ee aarid khajiyatu an hada kan faraha ka qaado walaal la qaribu wadi wastaghfiri li dambika wali hay adiguna dambigaaga ka qufraan dalab innaka adigu kunti waxa tahay min alqaadina kuwa gafsan sheekadi markii magaalada dhex martay gabadhii Zulayxa ahayd wiilkii yaraay gurigeeda joogay iyo kamaad mooyada sheekadi way faaftay gabdhii markii ragga waaweyn iyo wasaaradu qabeen yaa xanaaq dirti iyagoo saba in iyada ku ceebeya ee soo bandhigeen oo af laga dayay mid kale waxa uga dalahayn bal ninka ajeebka ah inaad mar aragtaan ujeedadoodu intaas ay ahayd qala waxay leh niswatun dumar oo fil madinati magaalada dhexdeeda ah imraatu alaziz madaxweynaha haweenaydi siiba turaawid u dalabtay fataaha inankeedii aan nafsihi bay ka dalabtay qasha qafaha wuxuu ku talaalay xuban xubi buu ku talaalay inna anagu la naraha waan aragna fi dalalin baad inay ku sugtay mubiin oo caad gabadha weynaydi ninka wasiirka qabiilmaha yar ka maad mooyday marka labada mas'ale uga dalhaayeen oo midii waa gabadha ay tartamayeen oo tartan baa ka dhaxeeyay inay ceebeyaan bay rabaan mid kale bal wiilka la sheegay inay mar arkaan bay doonayaan fursadaas ay sameeyeen waqaala niswatu dumar waxay yiraahdeen oo fil madinati magaalada dhexdeeda imraatu alazizi boqorka ee madaxweynaha gabadhiisi yaa turaawid u dalabtay fataaha inankeedii aan nafsihi bay ka dalabtay qad shaqafaha wuxuu ku talaalay xuban xubi buu ku talaalay inaa anagu la naraha waan aragna fi dalalin baad inay ku soo muujin oo nacad oo gabadha wiilka ka maar mooyay falama samicad markay maqashay bimakrihinna khiyaanadooda iyo dacaayadooda arsalad ilayhinna waa u dirtay oo fariin dirtay oo waxay tiri ducaan leh wiil iman leh ninkiina waa u sheegtay wiil iman leh habeenkii waa'tadad waxay u diyaar garaysay lahunna iyaga mutakaan meel lagu dagaysado mutaka waxaa la yiraahdaa guriga inta barkimooyinka iyo meelo lagu tirsaday iyo la dhigo waatad way ula timid kulli waahidatin mint kulligeed oo minuna sakiinan mindi baal u tudurijal iraana way hordhigto googooyay dhihi doonta waqaalad waxay tihiin ufruj bax calayhinna bal dushooda bax falamaa ra'aynahu markay arkeen akbarnahu way weynayeen way la yaaleen waqadacna waxay googooyeen aydiyahunna gacmahooda waqulna waxay xaasha lillah ilaah baa najaha ilaah baa ceeb lahayn ma hada kani maaha basharan dadba maaha in hada ma hada kani maaha ilaa malakun malak kariimun oo wanaagsan mooye oo malaa'igta inay bani aadamka ka fiican tahay yaa aaminsan yihiin waa u yaadhay mutagiya gurigii bay gogoshay bahal u tururje la yidhaah yay hor dhegtay malabna way hor dhegtay waxay tiri bahashaa googooy wiilkiina khaadimadeedii bay ku tiri markaan sanamka igu yaa samanka iiliya bay yidhaahay igu yaad markaan ku yidhaah yuusuf igu yaa yuusuf baa si kada u soo dhaadhacay iyagoo bahashii googooyntii ku haya ilow shay si loo bin gacmahaadii gacmahoodii jarjaray say u sii dhowreeyeen gacma iyagu waxay arkeen meel dambe farahoodii jarjaray way la yaabeen markaa gabadhii markaa hoosta inay uga garaabeen baa suuragal falamma samicad markay maqashay bimakrihinna makrigooda khiyaanadooda iyo dacaayadooda arsalad ilayhinna waa u fariin dirtay waactadad waxay u diyaarisay lowiga mutakaan guri fadhi oo weyn iyo u diyaarisay waatad way ula timid kulli waaxididin mi ominhunna kamida sikiinan mindi utujiradiina way hor dhigtay googooya bay tidi waqaalad waxay tihi ukhrij soo bax alayhina war ku dulbaxo dulmarna falamma ra'aynahu markay arkeen akbarna way weynayeen way la yaabay waqadaxna aydiyahunna gacmahoodii ba jarjareen iyagu waxay arkeen lafoodi sii jarjari waqulna waxay leh xaasha lillah ilaahi baan ceeb lahayn oo najahan ma hada kani maaha basharan dadba ma ahabiri in hada ma hada kani maaha illa malakun malak kariimun wanaagsan marka malaa'igta iyo bani aadamka in malaa'igtu ka sharaf badan tahay yay la tahay qaalad waxay tidhi markaasi la xaajootayo fadaalikunna ninkaasi alladii ki weeye lumtunnani aad igula dagaalamaysay fiihi fii xubihi walaqad raawadtu waan ka dalbay waa dhab an nafsihi naftiisa fastacsama wuu diiday wuu diiday anu waan ka dalbay wuu diiday wala in lam yafcal haddaanu samaynin
ما أمره وحان أمره ليسجنن ولا حري ولا يكونن وحكم النقط من الصاغرين كوه الدلجة يكم النقط هذا غلط أنت عيد ويفافتي هذا وحلا خريج مال مك على الأرض بيستعمل شو واحد تري ودب وانضل بي لكن ويدي ذي بيتري وحان أمره حتى هدود دير بالوح قالوا بارك دوناوي قال ذو حيتري فذلك كنا كاسي الذي كوي لم تنني آدي قد قال لما يسين فيه في حبه ولقد راوته وانضل بيوارون عن نفسه النفتي سفصل عصام قود دينك ولا إن لم يفعل هذا نص مين ما أمره حان أمره ليسجنن والحري ولا يكونن وحوءها من الصاغرين كوة دلقة ومغلى يا يوسف قال حول ربي ربي قال السجن حفصك يا أحب إلي لو قد جعليه مما يدعونني إليه وحي إيويريا وإلا تصرف عني هدادا إقل لي حنن كيدهن خيانة دوضة أسبو إليه النوان وإلا نهد بني آدم بانه وأكون وحانها من الجاهلين الجاهلين تقبلني نبي الله يوسف ماشفة هذا الكليسكو إذا سنة يوتشوغا إلا حبسي كان كجع عليه يقول إنان قبرنا خده حبسي كان كجع عليه هدادا لو إقل لي حنوه إذا إقلنا بتقلين ويد توانو اللي حنو بني آدم بانه جاهل بانه مكانه غنية نبي الله يوسف ساسويل قالوا حول ربي ربي قيوم السجن حفصك يا أحب إلي اللوغة جعليهي مما يدعونني إليه وحي إيويهي وإلا تصرف عني هدادا إقل لي حنن كيدهن خيانة دوضة أسبو إليه نوانو إيلا وأكون وحانهان من الجاهلين فاستجابه أقبلي له يوسف ربه ربه فصرفه كالليحي عنه يوسف حقيته كيدهن خيانة دوضة إنه ألي هو السميع كمغلوي العليم الله سبحانه وتعالى عدو عادي يوسف وأقبله وأكله حق حفصك الله تحابي مكة فاستجابه وأقبل له يوسف ربه ربه فصرفه وكله عن حقيس كيدهن خيانة ضادي إنه ألي هو السميع كمغلوي العليم ثم بدأ لهم وحاق الظاهرتي أموقتي من بعد ما رأوا الآيات على موجين كي انتي أركان إن يوسف بري هيا ليسجن إنه إني حباسان حتى حين انتي مدعي وددك ضمير كوضو الحرم باليرايو حكم لقين ماي ددك فكرة ضوضو الحرم ووي دولة ديني هوري وحكالو آمن سيها بإنو حري كيلي مكا وحكالو آمن سيها بالله حري وحال الدي ديها إن ددك اللي تصالي يا لدوني إن يكو عدال الدن بي إن يكو عدال تصالي في ردنا انتي مقالة واركو كبح أيو اللي إلو بي إنو حرنا ذو وددك ضمير كي سو حرم ثم بداو حا أمو قد اللهم إيغا من بعد ما رأوا الآيات على ماذا أنتي أركين كذب إنه بريه هيا ليسجن إنه إني حباسان حتى حين أنتي مداه ودخلا وحلق لي معهم عيسى السجن حبسك فطيان إلا مرد اللي يراه قال أحدهما متكود وحويري إني أنو أراني وان إصافكي أعصر أنو تشيب خمرا عنب تشيب وقال الآخر كيك لن وحويري إني أنو أراني وان إصافكي أحمل أنو حباسان فوق الرأسي ماذا حيقا دوشي خبزا كبس تأكلوا الطير شمبرتوا أي عنيسو منه كبستا نبينا أنه أغورا بتأويله فسر كيس إن أنا نراك وانكو أرقنا من المحسنين كوة سمفالا إنا تهي مارك إحسان كيسا وحكوه قادي بلا يوسف مارك حبسي قال لك جاي يو هانونين يددك بكاؤو صواب بغضو ددكو وحشيه وحاسو بالله بدك الوحيدين علم محاطة قانايو في هذا فصل كذا أقانا بوكوي علمي أنت أصلا أقانا بوكوي مركو كرميري تري أو دقالين تري أو هجامي ونظم حابيستي مركو ساس إحسان كأغم عليه مركو عشان بلنكن كان في هذا أنا شغل تك قارب على في هذا وعي أبو رين ما هنا أرجع لكن وعي أركان لابد إن أوحي أهاي ساق الملك وخبازه ملك إنك بيها ورابين تري iyaki kibisi aan jeerada u sameyn jiray marka wuxuu ka shakiyay inay sunayeen buu ugu shakiyay oo uga shakiyay oo ay sun ugu dareen sharaabki iyo kibisi saas uu ku soo xiray marka nabii ilaahi yuusufna ihsaankiisa arkayno nin quman inuu yahay ayaa arkay taqala ma'ahu xaal galay maciisa asijna xabsiga fatayani laba dhalinyaro oo maliga khabaaskiisi iyo saaqigiisi waraabiyiisi qala ahaduma midkood wuxuu yiri إني أنا أراني وحان أركي وانس أركي أصير خمرا أنا خمرته جنيا وقال الآخر كيك لنا وحيري إني أنا أراني وانس أركي أحمل أنا حمباسا فوق الرأسي ماذا حيقدوشي سخبزا كبس عن شارو
تأكلوا دايروا شبرت أي كعون منه كبستا نبينا نوجوها بتأويله بل فسر كيس نوجوها إن أنجو نراك وان قارجنا من المحسنين محسنين تأنا كم تهاي نبي الله يوسف أنتم نولي وجوابا يدعوا قال مكة إنه وضع جاي وحماسة جاي إنه قل يهم برادتي وبنات الإسلام تي وحكم برادتي يوحى يه إنه غشة كي يوجد قلي قالوا حوري إين ولي بوح فسر يقان قالوا حوري لا يأتيكم إدين إمن دون ماي دعام فاشين ترزقانه لإدينك أرزاق إلا نبأتكما وأن إدين كورها بتأويله وحو يه يفسر كيس قبل أن يأتيكما إنتانو إدين إمنين ذلكما فسر كاسي مما كيو يعلمني ربي ربي بري إني أنا تركت وان كائمت ملة قوم قول الدين لا يؤمنون بلا أرمين وقول هذا المساريد إن لا تشوفون أنه الدين ميه وهم يقولون بلا آخرة آخرة هم كافرون ويكالون وحوغي وحود تسالين إياه إنه وحفصير كارو وفصير كرد بيها بذلك الدين تيسو وحيتاي وشيغ إياه وإنه دعو الربا إنه ما يشاك بالله عوري فاشنك إذين إمان دون ما تشير فاشن إذين إمان دون وحو يهي بعدين شيء واهلب وأنه عاء واكسدات يعني إذن ديه دون وأنه إلى الله با إبراي قلتاً قال هذا الدين توضاً أنه ما هستيقوني با كاي أغادوه قالوا حول الله ياتيكما إذين إمان ماي دعام فاشن ترزقانه لإذن كو أرزاق دون إلا نبأتكما وحان إذن كورهم بتأويل فصف كيس وحو يهي معنا قبل أن ياتيكما إنتانو إذين إمان ذلكما فسر الداس مما كيو يعلمني ربي ربي جاي إبراي إن أنا تركت وحن كتجي أون ديدي ملة قوم قوم دين لا يؤمنون بلا أرمين وهم يؤمنون بلا آخرة هم كافرون وقلنا في مصر يقف دين تا أنو الدين يأجاد وتبعت وحن راعي ملة آبائي أبيوي دين تودي إبراهيم أها أوجي سلبات إسحاق أها أوجي سكوبات يعقوب أبيه أها ما قال لنا نوما سغنان هذا في النبي ابراهيم نهي ان نشرك بالله الا ان نشرك الله من شيء شيء ذلك شريك لله انت اسنا من فضل لله اله فضل يسوي علينا ان فضل سي او انبي ونغدغ وعلى الناس ذات كانوا فضل سي دعاد بو نغدغ ولكن اكثر الناس ذات كبر كون لا يشكرون كشوري ما هي نبي الله يوسف عمري ان قول الدين تود ما هي لكن دينك ابا يوغي يا نيسا إبراهيم إسحاق يا يعقوب أنا أقول هذا نقص كان هاي وح مشرك أنا لقى مهله فضل إلهي نقول نسيو أنبيه نقد نجاي ذات كان خير بيوتها هي الدعاء بانون وتبعت وحن راعي دور ملة آباء آباء يوغي دين تودي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نوم سجنان أن نشرك إن نشرك إلا بالله من شيء أصل بأن جا دقة كان يجو ماها إلا أن ألا أشرك إلا ذلك شريك لله أنت من فضل الله إله فضل يسوي علينا وأن جن فضل سيو أنبيان نقدم وعلى الناس ذات كانوا فضل سيو دعاء نقدم ولكن أكثر الناس ذات كوفدان كور لا يشكرون النعمة كشكرهم هيا والله سبحانه.